السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سورة جديدة من سور القرآن الكريم. سورة اليوم سورة المدثر، الآيات من 1 إلى 55. أهداف السورة: أدعم مكتسباتي حول الصور تلاوة وفهما وحفظا، أرسخ إيماني بالملائكة واليوم الآخر، أعزز تزكية نفسي، أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ. مراحل الحصة الأولى. إذن تتكون مراحل الحصة الأولى من المراحل التالية: أولا وضعية الانطلاق، ثم أنشطة التعلم وهي أولا أستمع وأنصت لقراءة أستاذي أو أي قراءة أخرى. اثنان أقرأ. إذن بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقوم بالقراءة الفرضية للصورة. ثالثا أعزز ترتيلي، حيث أتدرب على ترتيل الآيات القرآنية مع تحقيق الوقوف والمدود، ثم أستمع إلى قارئ برواية ورش وأحكي تلاوته. رابعا أتبارى على الترتيل مع أفراد مجموعتي، أرتل الصورة والآيات وأقبل التصحيح من زملائي وأستاذي. إذن هذه هي مراحل الحصة الأولى من سورة المدثر. نمر الآن لوضعية الانطلاق. وضعية الانطلاق: لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته خائفا مرتجفا، وقال لزوجه خديجة: دثروني دثروني. فنزلت عليه بداية سورة المدثر. ترى بماذا أمره الله تعالى؟ إذن سوف نتعرف على الأشياء التي أمره بها الله تعالى من خلال الاستماع لسورة اليوم، وهي سورة المدثر. استمعوا إذن جيدا قبل أن نمر لأنشطة التعلم. ننصت جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ليستقين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر، والليل إذا أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر،
لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. إذن تدبير حصة أو بالأخص درس القرآن الكريم عبر حصتين دراسيتين. إذن الحصة الأولى وبعد وضعية الانطلاق نشرح في أنشطة التعلم. النشاط الأول وهو استمع وأنصت. إذن استمع وأنصت لتلاوة أستاذي أو أي تلاوة أخرى عبر أي وسيلة تعليمية أخرى. ثم النشاط الثاني أقرأ حيث يتناوب المتعلمون على ترتيل الصور أو الآيات القرآنية بعد طبعا بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النشاط الثالث أعزز ترتيلي حيث أتدرب على ترتيل الآيات القرآنية مع تحقيق الوقوف والمدود واحترام جميع علامات التجويد. أستمع في هذا الشأن إلى قارئ برواية ورش وأحكي تلاوته. النشاط الرابع في الحصة الأولى دائما أتبارى على الترتيل مع أفراد مجموعتي. أرتل مرة أخرى وأقبل التصحيح من طرف زملائي أو أستاذي أو أستاذتي. أما خلال الحصة الثانية من الدرس فيتم اعتماد الأنشطة الثالثة الأنشطة التالية عفوا. أولا أفهم وأتدبر وهو النشاط الخامس في الدرس. أتذكر كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. إذا انطلاقا من الآيات التي رتلتها أتذكر كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. أبحث في معجم الصغير صفحة 91 عن معنى المدثر الرجز لا تمنن نقر في الناقور لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودا بسرا إذا أدبر حمر مستنفرا قسورة. إذن أبحث في معجم عن مرادف الكلمات التالية. أجيب عن أسئلة الفهم من خلال دائما الآيات. بماذا أمر الله سبحانه ونبيه عندما عاد إلى بيته؟ أصوغ بأسلوب المعنى العام للصورة. أقص على أفراد مجموعتي مرحلة بداية تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة ربه. إذن في الأول كانت الرسالة سرية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بتبليغ الرسالة التي تأتيه من عند ربه سرا وكان يقتصر في الأول على أفراد أسرته وعشيرته. أقتدي بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة. النشاط الآخر من الحصة الثانية وهو النشاط السادس من الدرس أستظهر الصورة. أتبادل الاستظهار مع أفراد مجموعتي أستظهر وأستجيب للتصحيح. النشاط السابع أقوم تعلماتي بالإجابة عن بعض الأسئلة مثل ما مصير من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما مصيره؟ أستنتجه الجواب من الآيات. ثامنا أدعم تعلماتي أقرأ الآيات التالية. يقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تتذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. سورة الحق الآيات 40 إلى 43.
إذن أقرأ الآيات التالية وأرد على من زعم أن القرآن كلام بشر، حيث أن هناك بعض الكفار كانوا يعتقدون ويقولون بأن هذا الكلام ليس كلام الله وإنما كلام ألفه بشر، فأرد عليهم بهذه الآيات القرآنية من عند الله. النشاط الأخير والتاسع، أستثمر في وضعيات جديدة. ألف، أبحث عن آيات تتكلم عن الملائكة واليوم الآخر. أزكي نفسي بتقوية إيماني، أقوي إيماني بالله وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن هذه هي أنشطة تدبير حصتي درس القرآن الكريم. نتمنى أن تكون الاستفادة مفيدة، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.